مساء الخير متابعينا الكرام، متابعي كايرو لايف في قناه القاهره 24. اهلا وسهلا بيكم. احنا دلوقتي بنقدم لحضراتكم بث مباشر مع ضحيه محل الملابس الشهير او الشهير بصاحب المحل اللي صور باكثر من 900 صوره. صاحب المحل اتشهر او الدعوه اقيمت ضده ان هو احدث فتحه في بروفه تغيير الملابس وصور الفتيات عن طريق الفتحه. ودلوقتي معانا الفيديو اللي بيدل على الحدث ده. اتفضل. زي ما حضراتكم شايفين ومعانا دلوقتي الآنسة مريم، هتقول لنا التفاصيل. اتفضلي. مساء الخير. حضرتك، انا دلوقتي كنت داخله انا وصاحبتي دميانة محل الملابس الساعه 3:30 الظهر، فاطمه رشدي الهرم. دخلت كان في فستان عجبني، مسكته علشان اقيسه. هو الولد شاور لي على الفيتنج روم، فانا دخلت طبيعي زي اي واحده داخله بتقيس بتدور على الفيتنج روم. صاحبتي كانت واقفه باصه في المرايه الناحيه الثانيه، فهي ما شافتش انا داخله فين، فهي لقيته داخل ورايا، فاكراه داخل ورايا في المكان اللي انا بغير فيه. فهي بتكلمه، بتفتح الستاره، لقيت ان انا مش هنا، لقيت ان انا في غرفه ثانيه بتاعه تغيير الملابس. لقيته واقف على الحيطه ما بيعملش حاجه غير ان هو واقف عامل كده. بتعمل ايه؟ ما بعملش حاجه. امال انت واقف بتتفرج على ايه؟ صاحبتك مش هنا. امال صاحبتي فين؟ صاحبتك في الغرفه الثانيه. دلوقتي هي طبعا اتفزعت، بتبص على الحيطه، لقيت كيس اسود متدبس على الحيطه، بترفع لقيت فتحه كبيره جدا جواها فتحه صغيره، بتبص على الفيتنج روم، الغرفه الملابس اللي انا كنت بغير فيها. طيب احنا ما عملناش اي حاجه غير ان احنا طلعنا لمينا الناس، انا وصاحبتي لمينا الناس، مش فاهمين حاجه طبعا. خوفنا ان هو يضربنا، خوفنا ان هو يتعرض لنا باي شكل ما. الناس اتلمت، جابوا موبايل الولد اول حاجه، لان هو كان ماسك الموبايل في ايده اليمين وهو باصص على الخرم يعني. جابوا الموبايل، فتحناه، لقينا 950 صوره على ريسنتلي ديليتد. البعض عارف ان هو بيتصور، بس الاكثريه ان هم متغفلين. طبعا في ابلكيشن تاني بباسورد وهو بيخفي الصور يعني من على الموبايل. الابلكيشن ده كله صور ناس هي مش عارفه ان هي بتتصور. طبعا احنا كل اللي عملناه ان احنا طلبنا النجده، والنجده جت، رحنا على القسم. الولد كان من الاول للاخر معترف ان هو يعني غلطان 100%، وكان بيتاسف. لحد ما وصلنا جوه ابتدى بقى ما بيتكلمش. غالبا يعني هو كان عايز يبين ان هو يطلع مريض نفسي او اي حاجه، لكن النيابه طبعا دي حاجه مش هتعدي عليها. بس هو ده اللي حصل معايا. طيب دلوقتي هنتكلم برضو تفاصيل اكتر. لما دخلت المحل كنت رايحه تشتري ملابس انت وصاحبتك، كان لما دخلت المحل اللي كانت فيه اكتر من بروفه ولا بروفه واحده؟ اللي كان باين قدامي الوحيده بس هي اللي كان مكتوب عليها فيتنج روم. فمكتوب عليها فيتنج روم، فانا دخلت ما كانش في اي حاجه تاني مكتوب عليها. بلس طبعا ان هو اللي شاور لي يعني. انا طبيعي اي بنت مننا بتاخد الفستان اقيس فين، بمجرد ما هي بتتلفت كده يشاور لها. في حاجه كمان نسيت اقولها، وهي ان صاحبتي كانت ماسكه المحل بيبيع لانجري جنب الدريستات وكده. فهي مسكت حاجه منهم، فهو قال لها تقدري تخشي تقيسيها لو حابه. فدي حاجه غريبه جدا. ان اللانجري طبعا ما بيتقاسش، دي حاجه كلنا عارفينها. فدي حاجه تثبت اكتر ان هو يعني. طيب دلوقتي انت حضرتك دخلتي، الصوت هيوصل. دلوقتي حضرتك دخلتي غرفه تغيير الملابس او البروفا، ودلوقتي لما لقيت الفتحه ولا صاحبتك اللي دلتك عليها اللي موجوده بره؟ حصل ايه يعني؟ لمينا الناس اول حاجه. لا، قبل ما تلموا الناس اللي حصلته ازاي؟
انت اللي لاحظتيها ولا لا صاحبتك اللي برا؟ دميانة صاحبتي هي اللي لاحظت، لان هي كانت داخله بتدور عليا، فاكره ان انا جوه في المكان ده. هي كانت باصه الناحيه الثانيه وانا داخله، يعني وانا ماسكه الفستان وداخله، هي ما كانتش شايفه انا داخله فين. ما كانتش شايفه فهي لقت ستاره وهو داخل جوه، فهي فاكره داخل لي. فبتفتح لقيت مخزن، فهي لما اكتشفت ان هو واقف وبيتفرج عليا طبعا مسكت فيه، قالت له انا مش هسيبك، انا هفضحك وهقفل لك المحل وهتتحبس. كان ايه موقفه او كان ايه رد فعله على طول؟ فضل ساكت، وطبعا وشه جاب الوان وقعد يتاسف كتير، ما اعترضش خالص ان احنا بنقول له انت عملت حاجه غلط. ما كانش معترض خالص، لان احنا اصلا عرفنا ان من الجيران ومن الناس اللي حواليه ان دي مش اول مره ليه. طيب دلوقتي لما صاحبتك دخلت وراه في المخزن اللي هو كان بيقول او بيدعي ان هو مخزن، لقيته برضو بيبص او بيصور من الفتحه الموجوده في البروبه. ما لحقش يصور. يعني انتوا بعد ما خلاص مسكتوه او قفشتوه كان لسه ماسك الموبايل. ما لقيتيش لما فتحت الموبايل؟ ما لقيتش صور ليكي. طيب بس لقيت صور لناس تانية. بتقولي تانية كتير قوي، بنات تانية كتير قوي متغفله. بتقولي طيب الصور قد ايه؟ طيب اقول لكم، ما انا بقول لحضرتك ريسنتلي ديليت 950، غير اللي على الابلكيشن اللي هو الباسورد اللي بيخفي الصور، بس انا مش متذكره العدد اللي كان في الابلكيشن يعني. بس الاجمالي اللي انت فاكراه دلوقتي يزيد عن 900؟ لا يعني مش عارفه، مش قادره اكد حاجه زي دي. طيب دلوقتي لما انت استغثت بالاهالي انت وصاحبتك، كانت في استجابه سريعه من الاهالي؟ كان في استجابه سريعه. حاولي منعك اقصد يعني؟ في ناس طبعا حاولت ان هي تخليني اتنازل واخلي الموضوع ودي وخلاص، ده شاب وما ينفعش تضيعي مستقبله، بس الاكتريه كانوا فعلا، الشارع كله كان معايا وقالوا لي ما تتنازليش عن حقك. وانا ذات نفسي، انا كمريم يعني، انا ما كنتش عايزه اتنازل عن حقي. ليه اتنازل عن حقي؟ هو لو حقي انا لوحدي كنت هتنازل عليه، ممكن. لكن ده حق يعني ام كل واحده فينا، صاحبه كل واحده فينا، اختنا، كل حد. فانا ليه اتنازل عن بنات مصر كلها وستات مصر كلها؟ طيب مين اللي طالبك انك تتنازلي، الاهالي ولا اهله؟ اهله طبعا، ابوه وكم حد بس من الشارع، بس كان عدد قليل قوي يعني اللي كانوا عايزيني اتنازل. التعاطف معك انت كان اكتر من التعاطف معي؟ اكيد طبعا. طب هو كان طبعا في وقت وقت صغير بين البلاغ وبين وصول النجده، كان ايه موقفه هو؟ طيب حد كان محتجزه ولا لا؟ كان قاعد جوه في المحل، اصلا النجده وصلت في اقرب وقت. بس كان هو في الوقت ده قاعد جوه في المحل، ما بيعملش اي حاجه، قاعد ساكت، لان كده كان الشارع كله مقفول بالناس، ما كانش في حد هيخليه يطلع يعني. بس طب هو كان حد شغال معاه في المحل؟ طيب لا، هو كان لوحده، بس هو قال ان ابوه هو صاحب المحل. ابوه صاحب المحل. طيب سؤال كمان، هو بالنسبه للشخص ده سنه قد ايه؟ 31 سنه. طب هنا اللي عرفتي من الجيران او كده ان هو ليه وقع سابق قبل كده؟ مره كانت من شهرين. كانت في واحده منهم حاسه ان في حاجه غلط بتحصل، فلما بلغت الشرطه وقالت ده في كاميرات بتصورنا، لما جم لقوا ان المحل كله ما فيهوش كاميرات، بس هي كانت شك ان في حاجه غريبه بتحصل. هي شكت. طب دي عرفتي ازاي؟ طيب او توصلت لها ازاي؟ هي ازاي ايه؟ هي اتوصلت لك او هي قدمت محضر؟ لا انا ما اعرفش حاجه زي دي يعني، البنت انا مش عارفاها اصلا. طب هو لما انتوا رحت للنيابه دلوقتي امبارح حققت معاكوا او خدت اقوالكوا، كان ايه موقفه هو؟ طيب بالنسبه للاعترافات او بالنسبه اللي في التحقيق، كان ايه موقفه؟ دي حاجه ما اقدرش يعني، ما كنتش متواجده 100% معاه يعني، فما اقدرش اقول حاجه زي دي. طيب هرجع لك تاني. متابعينا الكرام، متابعي كايرو لايف 324، احنا دلوقتي بنقدم لحضراتكم بث مباشر من مع ضحيه محل الملابس الشهير للفتاه. دخلت البروفا، ممكن تجهز الفيديو؟ جهز الفيديو يعني. الفتاه دخلت البروفا وهنا وصاحبتها انقذتها. كان المتهم حسب قولها كان دخل المخزن وحاول يصورها بالتليفون عن طريق فتحه احدثها عن طريق فتحة أحداثها في البروف بتغيير الملابس، لكن
مريم بتحمد ربنا ان هي اللي صاحبتها انقذتها قبل التصوير. طيب دلوقتي انت جاتلك فكره، جاتلك ازاي فكره اللي انك تصوريه؟ ان هو كان بيقول لي، يعني الناس كلها كانت بتقول لي خلاص خلاص الموضوع وملهاش لازمه يعني. فكل اللي انا عملته، لا انا هفضحك، انا هفضحك دلوقتي وهوري الكلام ده للشرطه، اي يعني هجري على اي اسم او اي بوليس وهوريهم الفيديو ده. انت حبيتي ان يكون معاكي دليل على كلامك؟ بدل مثلا ان هو يبدا يستبق مثلا ويبدا يصلح الجزء ده. بالظبط. طيب دلوقتي يعني بالنسبه لاصدقائك او بالنسبه لاصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي او اصحابك الحقيقيين، الموقف ده حد ادانك فيه او حد، ولا كانت ولا الاهل؟ بالنسبه لاهلك كانوا مرحبين؟ طيب اهلي كانوا طبعا فخورين بيا جدا، يعني ان انا انقذت بنات كتير وكده. ما كانش فيه بصراحه حد معارضني يعني، وما تابعتش بشكل كبير برضو لو في حد مش متفق مع كلامي او كده. طيب لما احنا برضو كقاهرة 24 وصلنا للنيابة، كانت في كان معاكي اكتر من شخص بيعمل محضر او بيقدم محضر، كانت ايه المحاضر او عدد المحاضر اللي اتقدمت في المتهم؟ انا مش عارفة العدد بالظبط، بس كان في كذا حد يعني معايا بيقدم عليه، ان هما طبعا كلهم خافوا، كلهم جيران، كلهم في بعض، كلهم خافوا ان يكون في صور تانية ليهم، فراحوا قدموا محضر. يعني احنا ايش ضمننا ان احنا ما تصورناش كده يعني. طيب المحل ده انت كنت مرتدى عليه او معنى صح كنت زبونه دايما في المحل ده؟ لا انا كنت اول مره اروح، ان انا كانت تالت مره اروح المنطقه دي اصلا، فانا يعني ماليش اي حاجه ان انا اروح هناك، يعني محل عادي عديت لقيته. يعني هو اللي انا تواصلنا برضو مع اسره المتهم، قالوا ان هو سلسله محلات مش محل واحد. لا انا اصلا ما اعرفش ان هم سلسله محلات، انا ده المحل اللي انا لقيته وانا ماشيه، كنت رايحه مروحه عادي فلقيته. طيب تمام. متابعينا الكرام، متابعي كايرو لايف غدا كايرو 24، قدمنا لحضراتكم دلوقتي بس مباشر مع الضحيه مريم، دلوقتي ضحيه محل شهير، صاحب المحل احدث فتحه او عمل فتحه في البروفا ويصور الفتيات. الضحيه بتقول ان هي وجدت على تليفونه اكثر من 90 صوره. متابعينا الكرام، متابعي كايرو لايف غدا كايرو 24، شكرا لكم على حسن المتابعه.